رمضان كريم، كل سنه وحضراتكم بخير، وكل سنه وكل جمهور قناه شعبيات طيب وبخير. النهارده معانا نجم من نجوم الاغنيه الشعبيه اللي ساب علامه في مصر وما زال موجوده، النجم سعيد الهوى منور الدنيا كلها. اهلا بيك يا استاذ محمود، وربنا يوفقك وربنا يوفق كل ولاد المصريين يا رب يخليك. عم سعيد النهارده منورني بجد، وعايزين نعرف عم سعيد الهوى ان شاء الله اللي جاي بامر الله الجديد، يعني عايزين نعرف ولا بلاش تعرف جمهورك ولا ايه؟ يعني عادي، انا ان شاء الله في حاجه نازله برضو، انا بغني بس اللطش بقى سعيد الهوى، عامل حاجه اسمها انا زعيم شلتي، والقعده دي قعدتي، قاعد كده على القهوه، دخلت الحكومه على سهو قال لي شغل ايه، قلت له سعيد الهوى بيه، فتشني ملقاش معايا غير 130 جنيه، خدوني على الاسم دغري، سالوني عن اسم وعمري، ولما اتحروا عني في الكمبيوتر والكشوفات لقوا عندي قضيه طلعها لي الوزير الجديد من الصيف اللي فات، وكمان عليا حكم من السبب الشيكات. انا عايز اقول نصيحه في رمضان من 3 4 كلمات، اللي خايف من الفضيحه ما يمديش على الشيكات. عم سعيد الاول، انا عارف ان انت طبعا كنت في برنامج رامز واكل الجو، وسمعت اللي فيه حوار حصل معاك، ممكن ولا ايه؟ والله بقى انا ما نشوف بقى، الناس دي لو جت معايا سكه هاجي معاهم سكه. رامز بيقول لك انا عملت له الجواز، وعملت له صحيفه سوابق، وعملت لي مش عارف ايه، ولا عمل لي صحيفه سوابق ولا عمل لي الجواز، وبشكر الاستاذه شريفه حبيبي عم سعيد. عايزينك انذار من شعبيات كده للاستاذه شريفه. انذار منين؟ من شعبيات للاستاذه شريفه، عشان رامز جلال بيقول اللي هو عامل لي البصبور هو ما عملليش حاجه، من الاخر. ده كان لقائي مع نجم سعيد الهوى، بس برضه قبل ما اقفل معاك عايزين نسمع منك. انا اسمي سعيد الهوى، يلا. انا اسمي سعيد الهوى من اسكندريه، من كوم الدكه، وليا خاله في الحضره القبليه، قاعد كده لا بيا ولا عليا، جاني واد صغير قال لي يا هوا، قلت له عنيني الهوا يا، قال لي احمد حماد هيضربك، قال لي محمود سمير هيضربك، قال لي وليد ويشه هيضربك، قال لي محمود سمير هيضربك، قال لي هاني الزناتي هيضربك، هاني الزناتي ده فتوه زيي بس صغير شويه، انا خدت الموتوسيكل بتاعي وعملت واحد امبالي، اداني 2 فرقعه في الشكمان ورا. حلو كده بقى عشان البرنامج، عشان واحد امبالي. كل سنه وانتم طيبين. ده كان لقائي مع نجم سعيد الهوى، بصمه لقناه شعبيات. طيب.